ايتن اتنصب عليكي قبل كده؟ اه كتير كتير. ازاي؟ يعني مبدئيا كده اول نصبايا، يعني النصبايا بتاعت الحاجات بتاعت النت اللي انت بتبقى بتنقي حاجه على الويب سايت بشكل معين تتصدم في الحقيقه بيها. بتشتري من على النت كتير بقى. وجيلك حاجه تانيه، حاجه ثالثه اصلا غير اللي انت منقيها خالص. وانا في فتره من الفترات كان بحتاج لبس تصوير معين تحديدا في الديلي، كنا بنحتاج موديلات قديمه شويه، فطلعت بقى انا الفزلوكه اللي في النص. انا هجيب من على النت. مالكوش دعوه بيا استاذه منى، ادي حضرتك الريفرنس وانا هجيب زي من على النت. جبت من على النت. حاجه ثالثه، حاجه ثالثه على طول. ملوش علاقه بالشكل اللي انت شفتيه على النت، لا ماتيريال ولا لون ولا موديل، وواسع ومبهوق ومضيق. بس في سايتات ليها ثقه، يعني حتى لو جابت لك حاجه غلط غير اللي انت عايزاها بترجعيها وبيعتذروا لك ويبعتوا لك حاجه ثانيه. ولا دي كانت سايتات لو انت مش عايش هنا؟ لكن هنا بيبقى الموضوع صعب عليك انك تنزل تروح البريد تجهز باكج وتبعت على حسابك، تكلفه ملهاش لازمه. فانت احسن انك تخلي الحاجات وخلاص وما تستخدميش، احسن ما تكلفك فلوس اكتر، وفي الاخر برضو مش يعني مفيش عائد، فلوس هتتاخر بقى وفي البوسته وعبال ما يبعتوها لنا من هناك، لان ممكن تضيع فلوس. واللي موجودين معاكي في المسلسل كلهم عملوا لبس واشتغلوا. خلاص وانت ال انا الفزلوكه يعني. بس ما فايتش خالص. بس بعد كده بقى خلاص بقيت عارفه.